الحديث المختصر تحت عنوان لا تستهزئ بنفسك، وهو عنوان ملفت لكنه في الحقيقة مضمون رواية مولانا الرضا عليه السلام، حيث ذكر 7 مواطن صاحبها يستهزئ بنفسه. نبدأ المورد الأول. قال عليه السلام: من استغفر بلسانه ولم يندم فقد استهزأ بنفسه. من يخاطب ربه يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه ولا يعدو ذلك لقلقة لسان، أما في القلب فهو ليس بنادم، والذي يرتكب شيئا ولا يندم معنى أنه سيرتكبه بعد حين، فكيف يخاطب رب بلسان النادمين والله مطلع على الأفئدة وهو ليس كذلك؟ هذا ليس استهزاء بربه. في رواية عن مولانا الرضا: المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه، لكن الله لا يناله ضرر. يخادعون الله لكن هو يخدع نفسه الذي يريد أن يخادع الله، لأن الله لا يخدع. يستهزئ كأنه يستهزئ بربه لكنه يستهزئ بنفسه، فالله لا يناله ضرر منا، بل نتضرر نحن بأفعالنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان هو الخاسر. إذن من يستغفر ولا ندم في قلبك المستهزئ بنفسه ليس جادا. المورد الثاني: ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. واحد يقول يا رب نجحنا في الامتحان، واللي فتحت الكتاب قال صراحة لا بتفتح، لا عول على الله، هذا استهزاء، لأن الله ما فتح الباب بهذه الطريقة. اعقلها وتوكل، تخلي الدابة بدون رباط وتقول الله بيحفظها. الله خلق النظام، نظام سبب ومسبب، ويريد منك ساعي. لهذا الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أما مجرد أمنيات لا يتحقق. أم للإنسان ما تمنى، قاعد يتمنى بدون عمل غير مقبول. لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: 5 لا يستجاب لهم، يدعون بس ما يستجاب له. واحد من 5 قال صلى الله عليه وآله كما في الرواية: ورجل جلس في بيته، ما راح يشتغل يعمل يكدح، ورجل جلس في بيته وقال اللهم ارزقني، ولم يطلب، ما راح في الطلب في السعي في الحركة، ما يستجيب الله إليه، يخالف حكمة الله أن واحد يقعد بلا شغل يقول ارزقني. يوم من الأيام يقول أبو أيوب الهروي: كنا جلوسا عند أبي عبد الله إمام الصادق، إذ أقبل العلاء بن كامل، رجل من أصحاب الإمام، فجلس قدام أبي عبد الله، قعد قدام الإمام الصادق، فقال: ادعو الله أن يرزقني في دعة، أريد رجول على رجول والله يرزقني. فقال: لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله عز وجل، روح اشتغل، مو قاعد تعال الإمام ادعو لي. فبلا حركة، هذا كالمستهزئ بنفسه، يريد شيئا ولا يسعى له، هذا يستهزئ بنفسه. المورد الثالث قال: ومن احتزم ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزئ بنفسه. في واحد يصير حازم في كل أموره، لكن هذا الاندفاع الواثق قد يخليه يقع في محاذير، فيقول له الإمام: أنت تريد تصير حازم؟ ترى الحزم يحتاج حذر، مو الثقة هذه تأخذك له بدون تأمل في عواقب الأمور. أنت تريد أن تكون كالحازم الواثق وأنت لست بواثق، لأنك ما فكرت في العواقب، ما حذرت، فتستهزئ بنفسك. فإذا اللي يريد يحزم يعطي نفسه مجال للتفكر في عواقب الأمور حتى لا يقع في المفاسد. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع:
ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. شيء الجنة مجانية وما يلقاها إلا الذين صبروا. واجد أمور تحتاج صبر. أصلا الأئمة وصلوا مقامات الإمامة بما صبروا كما يقول القرآن. لهذا الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن المسألة اللي يقول يا رب الجنة لكن صبر، لا ما أصبر. خب الجنة هذا طريقها، طريقها تصبر على ابتلاء الله فترتقي وتدع. هو السيدة زينب عليه السلام: ما رأيت إلا جميلة، أولئك عصبة كتب الله عليهم القتل. يعني الله يريد منهم يقدمون أنفسهم، وقدموا أنفسهم ونجحوا راحوا الجنة. أنت ما تقرأ القضية كاملة: إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة. عن مولانا الباقر عليه السلام: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة. إذن اللي يريد الجنة وما يريد ابتلاء ولا يريد صبر يستهزئ بنفسه. المورد الخامس: ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزأ بنفسه. كل ليلة يطالع الإباحيات وكل ليلة يقول يا رب أعوذ بك من النار. تستهزئ بنفسك، واتباع الشهوات هي التي تضر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا، أول أضاعوا الصلاة التي نهى الفحشاء والمنكر له، ثم قال واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا الذي ينقاد لشهوته نتوقع أنه يتعود جادا من النار. كيف تتعود من النار والنار تجسد لأعمالك وأعمالك هي المعصية من خلال اتباع الشهوة؟ فأنت تصنع نارا وتتعود مما تصنع، أنت كالمستهزئ بنفسك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اللي يريد الجنة يتحمل المكاره، اللي يريد يبتعد عن النار يبتعد عن الشهوات التي تخالف الحكم الشرعي. المورد السادس: ومن ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه. احنا في المدرسة في الامتحان اذا المدرس قال باقي 5 دقائق ويطق جرس انتهاء الامتحان، وش نسوي؟ نكتب بسرعة جواب لنهاية الفرصة، فرصة النتيجة الجيدة. فالموت نهاية فرصتنا في الحسنات وتكفير السيئات. فالرواية تقول ولم يستعد له للموت فقد استهزأ بنفسه. تذكر الموت وما موجاد في أثره. وإلا في الرواية عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر الباقر: حدثني ما أنتفع به. فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في الدنيا. بعد يروح الدنيا ما تخدعه، يزهد فيها. فهذه الأمر السادس. الأمر الأخير: ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه. اللي يذكر الله المفروض يكون عنده اندفاع للتهيؤ للقاء الله. إذا أنا أذكر الله وما يأخذني للتهيؤ هذا مو الله الحقيقي اللي أنا أتمنى أروح إليه. لهذا الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاللي يذكر الله وما يتهيأ للقائه ما ذكر الله، لأن الله الحقيقي إليه المنتهى، إليه الرجعة، إليه المعاد، وبالتالي يتهيأ لهذا اللقاء. 7 مواطن: إذا كانت بلا كان استهزاء، كانت مع لم تكن استهزاء. فلذا أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن لا يستهزئ بنفسه وممن يسمع الموعظة فيتبعها. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين،
وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.